عن الحل. اسمح لي الله يخليك، البحث سيكون إلى راق هذا الجميع، وإذا ظهر أنه مجدي ومفيد يكون أننا كلنا كأسرة رياضية وطنية بوزارتنا بلجنتنا الأولمبية بجامعتنا بالكل أن نلتمس من السدة العالية بالله رعاية سامية لمناظرة حول الرياضة الوطنية وحول سبل تنميتها وتطويرها. نعم هشام القروج الآن بطل العالم.